طيب خلينا نروح لكيف هيلعب بقى فريق مونتيري او اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في فريق مونتيري. اول حاله هنستعرض الحالات مع بعض ونشوف هما زي ما قلت لحضرتك هو اخطر جبهه عندهم الجبهه اليمين. عايزينك برضو تشاور يا احمد كده بالنور على راس حرب اللي هو رقم 7 ده مهم جدا. هو اللي رافع ايده ده. ايوه اول حاجه الجبهه اليمين اهو بص يا كابتن اسلام ده اللي عليه السبوت ده اللي هو موري. بيسحب أيوة. وينزل لتحت أيوة. وطبعا دي الجبهه اليمين القويه اللي بيتحرك ده وبيخترق رقم 14 اللي هو ماكسيميليانو ميزا بيلعبها الموري اللي هو المهاجم رقم 7 طبعا دي لازم تتم الرقابه انت النهارده المساحه اللي في ظهر علي معلول مهمه جدا هيستغلها ماكسيميليانو ميزا عشان كده لازم المساك اللي في ظهر علي معلول يضم عليه شويه فهنا هل ممكن ترحل ياسر ابراهيم او تلعب بمحمد مغربي واحد من الاثنين فلازم يكون في تعليمات سواء بدا مغربي سواء بدا ياسر ابراهيم ان لازم ترحل في ظهر علي معلول وكذلك برضو اللعيب الارتكاز اللي موجود قدامه اللي هو اليو ديانج او احمد عبد القادر وطبعا الجناح برضو يضم لان الجبهه دي جبهه قويه جدا يعني ده هدف مثلا جه منهم تعال نشوف برضو هدف ثاني كليب ثاني اهو نفس الشكل اهو نفس الشكل اهو ادي الاوفرلاب ادي الاثنين وادي الجناح بيضم بيعمل الظهير بيعمل الاوفرلاب في ظهر الجناح بتترفع لموري برضو اللي هو رقم 7 اللي هو المهاجم يعني لو عدنا الكليب ده تاني نفس الشكل اهو ادي الاوفرلاب الظهير والجناح وموري اللي عليه السبوت اللي هو الاضاءه دي وبيرفع له على طول فلازم تتم رقابه موري ده اولا من المساكين هنشوف عرضيات كتيره يشوف في الجاب لو تفتكر ماتش الكاميرون يعني انا كلمتي قلت الكاميرون ليه لان الكاميرون كانت الجبهه اليمين عندهم قويه وعندهم عرضيات كتير والكرات العاليه فانت بتشبه نفس التشبيه فانت محتاج اللعيبه تكون منظمه بشكل كويس جدا ولازم يكون في روح ويكون عشان كده انا يعني لما شفت القايمه كمان لا الافضل فعلا ان احنا نلعب بثلاثه ورا ولازم بالزبط. تامن وتلعب دفاع منطقه بالزبط. سواء بقى بدا ياسر رامي هاني الثلاثه او حطيت مغربي ودخلت مثلا هاني باك رايت او حتى بدا كريم فؤاد باك رايت فلازم يبقى فيه ثلاثه ورا مساكين بحيث ان انت تامن خطوره العرضيات دي تعالى برضو ده جون تاني هم جابوه من كره عرضيه فريق عنده شخصيه وفريق قوي جدا بدنيا ده الاوفرلاب انا ملاحظه برضو استاذ احمد يعني في سرعه برضو من عندهم قويه طبعا باينه صح سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه نقطه مهمه جدا جدا حضرتك بتتكلمي فيها شوفي كام لاعب جوه منطقه الجزاء يعني نعد كده ادي 1 2 3 5 4 4 5 خمس لعيبه جوه منطقه الجزاء فده سرعه التحول وعلى فكره دي نقطه ضعف مهمه جدا انت النهارده بتتحول بخمس لعيبه جوه المنطقه بتعمل فجوه في وسط الملعب وبيبقى عمليه الارتداد عندهم مشكله في الارتداد عشان كده ان شاء الله لو استغلنا الهجمات المرتده ده بقى بالظبط يعني الكليب مثلا معانا نجيب بس الكليب اللي هو الخامس اهو بص الكليب الخامس هتلاقي نفس الشكل بس بتهيألي موسيماني يعني دارس الفريق بشكل كبير جدا انت بتتكلم فعلا عن هجمات المرتده ان هي النقطه يمكن صح. دي نقطه قوه لينا احنا بقى ممكن يتم التركيز عليها هي نقطه قوه ان شاء الله يتم استغلال دي صح نقطه قوه بالنسبه لهم ونقدر ونقطه ضعف في نفس الوقت يعني بص حضرتك نفس اللي حضرتك قلتيه ادي الخمسه بص حكم واحد رايح 1 2 3 4 5 6 6 منطلقين متحولين من الدفاع للهجوم وفي فجوه في وسط الملعب الكره لو اتقطعت تقدر ان انت تعملي الهجمه المرتده هو انا لسه هستنى لما الكره تقطع يا احمد ما هو اصل الكره زي دي ما انت رايح تجيب جون لا هات الكره اللي فاتت يا زجال اللي هي كليب الكره اللي فاتت دي يعني معلش انا دي طبعا خطره جدا بص انا هقول لك على حاجه لان ده بالنسبه لي مهم جدا في النقطه دي تحديدا ان الكرات اللي زي دي دايما انا بيبقى عندي مشكله انا 1 2 3 4 5 6 لما الكره تتقطع منهم مظبوط طيب لو ما اتقطعتش ودخلت في الجون ما هو جون لا ما ده طبعا لازم تخلي بالك انت فاهم انا قصدي ايه صح يعني انت دلوقتي انا رايح بدول كلهم كمل اللعبه عادي لو سمحت ما فرقتش بجول يعني بس هي ترجع يعني انت بتروح هنا طبعا ده تمركز مش مظبوط من الفريق الابيض لانه لو التاني لعب للكره كده خلاص دي جون صح يعني بالزبط. لو هو ده اللي فاضي على الجناح الشمال فاضي يعني هما التانيين الابيض رجع بسرعه كمل اللعبه انا عايزك تكمل شويه كمل كمان تمام الجناح الشمال خالص ده بتاعهم خالص فاضي خالص ده لو اتلعبت له الكره من الاول بالزبط. هنا بالظبط بس كده اوقف او خليه يرقص وياخد الكره من هنا بالظبط ده لوحده فاضي اهو يلعبها كده خلاص الموضوع انتهى صح ساعتها بقى مش هنفكر في اللي جاي هي هتبقى نقطه قوه لو ما دخلتش بس ده فرق بقى بعدين خلي بالك هو معدل اهدافهم عالي جدا وبالتالي معناه
ان انا لو بروح باربع كرات فانا بجيب ثلاثه مثلا. صح. بس ده بيقول ايه؟ ان انا ما ينفعش العب دفاع متقدم قدام فرقه زي دي، لازم تلعب يعني الفرقه دي بتلعب بالزبط. دفاع متقدم بتعمل ضغط عالي عليهم، لكن احنا هنعمل دفاع متاخر وهنضغط يا اما ميد بلوك يا اما لو بلوك يا اما في وسط الملعب يا اما تحت، لكن انت مش هتسيب الفرقه زي دي ما ينفعش تسيب لها المساحه. لو سبت لها المساحه هتتعبك زي ما احنا شايفين بيروحوا بخمسه. وعشان كده اصلا موسيماني ما بيسيبش مساحات، يعني موسيماني اصلا بيجيلي المشات دي، يعني احنا شفنا عمل ايه قدام البايرن، وفي اصلا يعني مع احترامي للفرقه زي دي مش بايرن. احنا اكيد طبعا مع الفريق اللعيبه اللي كانت موجوده، بس فريق جيد. نعم مش بايرن بس فريق اكيد طبعا جايد. اكيد يعني مش بنقلل منه خالص، يعني بالعكس ده ربنا يستر منه. يعني احنا بنتكلم هنا عن ان هو احنا موسيماني، بتكلم انا براهن على الحته دي ان موسيماني بيجيد في الماتشات دي، الماتشات اللي هو يعني بيستخدموا كده مصطلح في يعني اوروبا يعني حد الاندر دوج، انت الفريق اللي هو مستضعف في المباراه، الفريق الطرف الاضعف، فانت هنا بتبقى انت يعني ايه في منطقتك بتدافع وبتلعب على المساحات اللي ورا، اللي هو كده كده لازم هيسيبها يعني بطبيعه الحال هيكون موجوده لو مستحوذ دايما على المباراه. فانت هنا بتحمل على دفاعك ان هم يكونوا مركزين طول المباراه. صح. هيكون في كرات عرضيه من اليمين والشمال، يمكن هو من اليمين اصلا في يعني عرضيات دايما 23 مقابل الشمال 16، فهم مركزين جدا على الجبهه اليمين بتاعتهم. بالتالي احنا لازم هيكون مركزين في الطرفين بتوعنا، عشان كده بنتكلم هنا عن وجود خمسه، يعني طبعا هي 3 4 3 بتبقى في حول في وضع الدفاع الخمسه. بالتالي هنا لازم هيكون في تركيز شديد جدا من لعبتنا طول المباراه، مفيش احنا عندنا اي يعني رفاهيه الاخطاء. احنا هنا بنراهن بقى على رجوله لعبتنا في طول التركيز ده. طيب. وان شاء الله هيقدموا مباراه جيده اللي بعد كده. خلينا نشوف اللي بعد كده. تعالى نشوف نقاط الضعف بقى. أيوة. زي ما احنا قلنا انت هتلعب دفاع منطقه وتعتمد على الهجمه المرتده، سرعه مزبوط. التحول في نفس الوقت. شوف بقى المساحات الموجوده في ظهر الباك ليفت والباك رايت، بص الفجوه اللي في وسط ملعب وبص المساحه دي. ايه كمل، بص المساحه 13 متر ما بين الباك رايت والباك ليفت هتتلعب ما بينهم، اتقطعت اللي احنا كنا بنقوله لو قطعتها وعملت الهجمه المرتده في ظهر الظهير والجون طالع غلط طبعا، الجون اتصرف غلط، اندرادا طلع غلط يا موسى، قدرت ان هي تيجي فيهم جون. فانت انت مهم جدا ان انت تستغل المساحه اللي في النهارده. عندك حسين الشحات، عندك طاهر محمد طاهر وليد وعندك وليد سليمان وأفشا. وعندك قفشه وعندك عبد القادر، الاسرع فيهم يعتبر عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. أكيد. دول اللي يقدروا يستغلوا المساحات الموجوده في ظهر الباك ليفت والباك رايت، لان انت لعبك بكره هتلعب دفاع كومباكت متكتل عشان تخلي بالك من السرعات الموجوده عندهم والقوه البدنيه والعرضيات الموجوده، وفي نفس الوقت تقدر تستغل الهجمه المرتده. دي مثلا هجمه ثانيه اهي نفس الشكل برضو، ده جون في نفس الماتش. اخر مباراه عدلوا فيها 2-2 في الدقايق الاخيره مظبوط، هم كانوا خسرانين 2-0 ومطرود منهم واحد وقدروا يرجعوا في الدقيقه 92. قوه شخصيه يعني. طبعا. اوكي. ولياقه بدنيه. ولياقه بدنيه طبعا. بص اللعبه دي برضو المساحه في ظهر الباك رايت، باك رايت ما لحقش راح عامل ضربه جزاء، بس اقف ثانيه واحده هنا، بص الجون معاه كوره، بص بقى سرعه التحول اللي بنتكلم عليها من غير ما الجون ينادي ولا يعمل اي حاجه. بص كام واحد بينطلق، كل واحد على 1 2 3 4 5، خمسه في الصوره قدامنا وهو بس الجون مسك الكوره، يعني الجون بتاعهم مسك الكوره خلاص، خمسه بيتحولوا عندهم التحول بسرعه جدا. لذلك انا شايف اهم لعيب في الماتش ده عندنا اليو ديانج. بالظبط. اليو ديانج لو في حالته يقدر يقفل لك الهجمات المرتده دي، والكره الثانيه مهمه جدا، لازم اللعيب اللي جنب اليو ديانج اللي هو احمد عبد القادر او قفشه لازم يخلي باله من دي، لازم تفسد حتى لو تعمل فاول تكتيكي هنا. لازم توقف الهجمه، لان لو كملت هتيجي عليك بجول. طب استاذ احمد عندي سؤال، لو جينا قارنا دلوقتي في حته يعني انا اتكلمنا عن اللياقه البدنيه، لو اتكلمنا في السرعه هل هم متميزين عننا في حته السرعه لو احنا اتكلمنا بقى في الهجمه المرتده ونقاط طبعا. القوه والضعف طبعا هم اقوى مننا بدنيا وسرعه على مستوى السرعات. بصي حضرتك الصوره دي او الفيديو ده بيوضح الصوره دي مرعبه في حد الجون يعني هي فكره المينتاليتي العاليه بتاعه اللعيبه او التدريب بتاع اخذ الكره فبتحول على طول للهجوم. انا دايما لما كنت بتسال لما كان عصام الحضري بيبقى واقف جون انا وهي الكره بتترفع في الاوفر، كنت دايما اقول الكلمه دي، وهي بتترفع اوفر انا كنت ببص الناحيه الثانيه وبجري لقدام. نفس الفكره دي، بمعنى ان انا ثقتي في المجموعه اللي موجوده وطريقه لعب النادي الاهلي في الوقت ده، وغالبا يعني بتبقى هي كده دايما بتبقى اول ما حارس المرمى بيمسك كله بيقطع لقدام.